سنة ونادية، وفي فريق المعارضة الفريق الصلب اللي سيمر للمرحلة الثانية فريق الكرامة مع الأخ محمد والأخت هلا. أتمنى لكم التوفيق في المناظرة، ونبتدئ مع المحادثة الأولى من فريق الفريق الصلب. شكرا، مرحبا بكم. احنا اليوم نضيفوا على مشروع قانون اخرجناه اقترحناه، وهو ينص على انه نسبه اقترحنا تخصيص نسبه 5% من الموارد الطبيعيه لفائده الجيلات ترصد لفائده هذا الجيلات. مشروع القانون هذا جاي في سياق وفي اطار كان بودي ان نقول سياق ظرفي يعود الى اشهر او يعود الى سنه، اما هو سياق متواصل يعود الى سنوات. نعرف نعيش مثل ما كل احتجاجات ما زالت متواصلة في الجنوب التونسي، احتجاجات وكل مرة يصيروا الاحتجاجات هذوما إلا ونحن عندنا الهجس نتاع باش يصير نجم يصير ارتباك للدولة من أول جديد، نجم يصير ارتباك للمشهد السياسي. هل باش تسقط الحكومة ولا في قرارات نفسها نفس ما نقولوه ولا ما نقولوش، نعرفوا اللي الهجس هذا موجود. علاش؟ خاطر بصفة طبيعية انخرام التوازن السياسي اللي صار في ثورة 14 جانفي 2011 كان رد كان معناها نتيجة لاضطرابات واحتجاجات مماثلة. واللي نحب نذكره في هذا السياق قبل ما نرجع نقول اللي حكومة تحبيب الصيد أو الاضطرابات اللي شهدتها منطقة القصرين كانت زادة من الترددات نتاعها أنها من بعد يصير تغيير الحكومة، ولذا الاحتجاجات هذه راهو ماهيش باش تركح تغيير الحكومات، لكن الاحتجاجات هذه باش تنتهي إذا كان احنا باش نجاوبوا الجواب اللازم والشافي والكافي على هذه الاحتجاجات، لأنه بصفة طبيعية جدا نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. السبب بتاع هذه الاحتجاجات هو التهميش، هو الظلم، هو الحيف، هو الشعور بالتهميش، وهذاك علاش احنا نقترحوا انه يجب تخصيص 5% من الموارد الطبيعيه لهذه الجهات لفائده هذه الجهات. باش نقدم في المجال هذايا حجتين، الحجه الاولى هي حجه بديهيه، هذايا هو التنزيل للدستور لمبادئ الدستور ولروح الدستور. واحنا اليوم اذا كان في دستور الجمهوريه الثانيه، دستور اللي تعمل بعد ثوره 14 جانفي، ماناش قادرين على ان ننزلوا مبادئ الدستور هذا وروح الدستور هذايا، من بعد ما نجموش نلوموا روحنا ونقولوا شبيه ثم احتجاجات، شبيه ثم ديما عدم رضا المواطن واحتقان في بعض الجهات. ولذلك نحب نذكر بالفصول تاع الدستور اللي هي جايه في السياق هذايا، الفصل 12 من الدستور اللي صدقنا عليه في جانفي 2014، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي، كما تعمل على استغلال الرشيد للثروات الوطنية. مبدأ التمييز الإيجابي، التوازن بين الجهات، التنمية المستدامة، واضح في الفصل 12 من الدستور. الفصل 13 من الدستور، الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي. وهنا يظهر لي إلى يوم الناس هذا تلي دمع عباد يحسوا اللي هما ما همش قاعدين يتمتعوا بثروات تاع البلاد التونسية وبالأخص ثروات الجهة نتاعهم، ما نجموش نقولوا علاش. الفصل 13 يقول اللي ثروات طبيعية ملك الشعب التونسي، ولازم الشعب التونسي الكل يحس اللي تونس بلادو عنده الحق في خيرات وثروات بلادو، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. وأخيرا الفصل 14، تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. كان عندنا الفصول هذه بالوضوح هذا، ومن بعد عندنا دولة وحكومة تمتنع على أنها توجه ثروات الجهات لفائدة هذه الجهات، هذه ما نعرفش نسميه سكيزوفرينيا ولا نسميه أي درجة من المسؤولية. لذلك احنا ماذا بينا كانت الحكومه هذه تحت اللي تحدث باحترام الدستور ترجم احترام الدستور هذه في اطار مشاريع قوانين والا بقبول هذا المشروع من القانون. ونحب في هذا الاطار زاد نزيد نقول على مثال، تتصوروا انتم باش ناخذ المثال نتاع سبيطار قفصه، تتصوروا سبيطار قفصه، وقفصه وما ادراك من قفصه،
والثروات اللي جيتنا من مناجم كبسة والعائدات نتاعها بالعملة الصعبة تقعد بدارها يستنى 2016 باش يجي سكانير. وسكانير هذيا شريته له الكومباني نتاع فوسفات نتاع كبسة. هل أنه من المعقول كبسة كولاية حيوية ثرواتها عايشين منها وعايشين من عائدات العملة الصعبة نتاعها سكانها ما عندهمش الحق في السنه يمشيوا للسفارس ويمشيوا ل 300 كيلومتر و 200 كيلومتر واكثر باش ينجموا يعملوا سكانات. يظهر المثال هذا خير دليل الى انه راهو من الضروري ومن العاجل ان نخصوا نسبه من الميزانيه لتنميه هذه الجهات، واذا كان ما عملناش هكايا ويظهر لي هذايا ماهوش احترام لمبدا لما نص عليه دستور جانبي 2014. وشكرا. شكرا للفريق المؤيد اللي حاول يقدم بعض الحجج والمؤيدات لهذا المشروع القانون، لكن اردت ان انطلق بملاحظتين اخرتين قبل ان اقدم حجج فريقنا، وهذا سيكون ردا على الفريق المقابل. اولا نحب ناكد حاجه اللي احنا حاسين الوضع تاع شعبنا في كل المناطق الداخليه، احنا يعاني في التهميش ويعاني الفقر لمده اكثر من 60 سنه، اليوم شعبنا في قفصه وفي بوزيد وفي تطاوين وفي البلي، هذا مشاكل الحكومات تعاقبت من وقت الاستعمار لحد اليوم هو ضحيه لمثال التنميه ومخططات التنميه اللي خرجت من المناطق هذه يعني من 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 القطار الحضاره وخليته يعيش على هامش. يعني نحب نقول احنا مع اهالينا واحنا حاسين بالوضع نتاع المناطق هذه، خاصه كما ذكرت في قفصه، واحنا نذكر واحنا صغار الاغاني اللي صارت نتاع ولاد المناجم، يعني العباد اللي شعلات اللي تحت عليهم الدوابس والعباد المعاناه احنا هذا كل نعرفه. الملاحظه الثانيه اللي حبيت نقدمها للفريق هي تفاجأت في حقيقة الأمر عندما قدمت إلينا فصلين من الدستور تدافع بهما عن تخصيص جزء من العائدات، هو الفصل 12 والذي يؤكد على التمييز الإيجابي للمناطق، والفصل 13 اللي يقول الشعب التونسي هو ملك للثروات الطبيعية، هي ملك للشعب التونسي وليس ملكا لفئة معينة أو ملكا لقطاع أو جهة معينة، وهذا يعني مهم جدا واليوم باش نبني عليه الحجج نتاعنا. اولا الثروات الطبيعيه هي ملك الشعب التونسي كله، ماهوش ملك جهه معينه، لا هو الفصائل ماهوش ملك سكان قفصه فقط، ولا هو ملك النفط. الثروات الطبيعيه كما بينت ذلك في الفصل 13 من الدستور هي ملك الشعب التونسي كله. انا نعرف هي الثروات الطبيعيه اللي تونس ملكها، الشعب التونسي كله، شنو اللي خلينا بعد 50 و 60 سنه سكان العديد من الجهات في الجنوب ولا حتى في الشمال الغربي لا يتمتعوا بالاساسيات الضروريه؟ هذا اللي كنت نحكي فيه، التهميش اللي صاير في المناطق هذه في قفصه وفي غير قفصه وفي تطاوين وفي الكمون هو ضحيه مخططات تنمويه نتاع حكومات سابقه، يعني فما تراكم نتاع 60 و70 سنه هو اللي خلى الوضع يتراكم، وهذا موجود وهذا حقيقه نحب يعني نقولوا به. كيف قلت نعاود نرجع للفكره تاعي باعتبار الثروات الطبيعيه كما قلت هي ملك للشعب التونسي كله، ماهيش ملك فئه معينه ولا ملك يعني منطقه معينه. اثنين القرار نتاع تخصيص نسبه من عائدات المواد المستخرجه هو باعتقادنا ضرب لمبدا الوحده الوطنيه، اليوم لابد باش ناكدوا اللي تونس راهي بلاد واحد، عندنا دين واحد، شعب واحد، ما عندناش انقسامات، ما عندناش طوائف، ما عندناش ادبيات، اليوم وقت نلعبوا على 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 على, 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 على الجانب نتاع الجهوات راهو نضربوا الوحده نتاع الوطنيه، راهو اليوم ربما يحقوا به بعض النقاط ولا بعض المكاسب، لكن اليوم تونس مهدده ربما حتى بالانقسام، ونذكروا حتى باش صار في 2013 و2012 هذا الجنوب مقاوم ورجع الشمال كذا، هذا خوفي على تونس لو كان نقعوا في اثنين. النقطه الثالثه اللي حبيت ناكد عليها التنميه في الجهات اللي حكيت عليها سابقا، راهو باش نعملوا تنميه لابد باش يكون وفق مؤشرات، اليوم
ما أدراك إني ما فهميش جهات أخرى أفقر من قفصة، وما أدراك أن ليس جهات أخرى أفقر من تطويل، وما أدراك أن جهات أخرى أفقر من اليوم. لابد باش نقعد كل يوم كحكومة وكمعارضة هو نحطوا الجهات نتاعنا، نعملوا مؤشرات نتاع الفقر، نعملوا الخريطة الصحية نتاعنا، نعملوا الخريطة الاجتماعية ونسبة الفقر ونسبة البطالة، وبناء على ذلك نجم نحدوا المناطق اللي ربما ولا اللي نجم نعملها. المشكلة نتاعنا بصراحة كمعارضة اللي قعدنا مقلقتهم حقيقة برشا هي نسبة 5%. علاش النسبة؟ علاش 5%؟ مثال شكون قال لي 5% تستحقها؟ مثال قفصة مثال، شكون قال ما تستحقش 10%؟ وشكون تستحق ما تستحقش 3%؟ راهو تحديد النسبة فيها مشكلة كبيرة برشا. فيها أول حاجة تتضرر منه الجهات الأخرى، اليوم وكان كل شعب في قفصة ولا كيما قلت بكري، وسنينة وباجة والكاف اللي ما عندهمش ثروات اللي شكونوا محرومين ما عندهمش. تحديد النسبة في حد ذاتها هي 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 المشكلة. احنا في اعتقادنا بعد تحديد تقديم الحجج والبراهين هذوما على الخطا بتاع تخصيص نسبه من العدد هذوما، احنا نراو كفريق معارض القرار هذايا نقولوا لابد من مثال تنموي جديد يقوم على العداله الاجتماعيه ويقوم على التمييز الايجابي بين الجهات وفق ارقام علميه ووفق احصائيات رسميه ووفق دراسات اجتماعيه تاخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي في الجهات في الجهات ووضع السكان، وبعيد على الجهويات وبعيد على الحزيزيات. وفي مقابل وضع النسبه هذه المعينه ربما تحطوها انتوما، هو لابد احداث صناديق تبني على الاقل. نبعد على القص اليوم، لابد الجهات اللي يصير قفصه اليوم ما فيهاش مستشفى، اليوم وكان تشوفوا الجروب شنيك في جالس للمضررين، ضررين البحاره، ضررين الفلاحه، ضررين السكان، لابد من احداث صناديق اجتماعيه تعالج الاوضاع الموجوده في الجهات عوض عن الجهويات، والجهويات نسميها البغيضه اللي تقتل الوحده تاعنا اللي بتقصوا جزء كامل في المنطقه هذيك. تونس عزيز علينا، الجهات الكل موجوده في. شكرا على مرحبا قبل المضي قدما في تقديم حججها واللي باش تكون فيها جل من الاجابه على ما كان تفضل به الزميل المعارض، اللي هو قال نحن نحس بالجهات. سيدي لا يكفي الاحساس، لابد ترجم هذا الاحساس على ارض الواقع. ثم مستغرب ايضا من كيف نتحدث عن التمييز الايجابي والدستور يقول ولا انه ملك الشعب التونسي. الدستور ايضا يعني هون نجمع تولي تقول انه حتى نحن الدستور بتنفذ مع نفسه، خاطر مفهوم التمييز ايجابي معناها خاطر طبعا السياسه التنمويه الكلاسيكيه هي سياسه تنمويه تمييزيه، مش تمييز ايجابي. اليوم يا زمان هذه الحجه بتاعنا معلش نأيدوا، لانه في اعتقادنا ياتي تقليصا او رتبه تقليصا للفجوه العميقه التي لا يمكن او لا يمكن تداركها في السياسات والتوزيع الكلاسيكي للميزانيه. لانه الميزانيه كاداه تتخذها السلطات بعضها السلطات العموميه الوطنيه او المحليه قراراتها هي اداه، وهي الاداه الاكثر ربما اهميه من ان يكون الشعب جزء من هذا المسار في اطار مقاربه تشاركيه. نلاحظوا انه الطرق او المناهج التنمويه الكلاسيكيه اثبتت فشلها التام، لانه ما تاخذش بعين الاعتبار الفوارق بين الجهات والفوارق بين ربما حتى الفئات الاجتماعيه، وهذا حقيقه موضوع اخر. المناهج التنمويه اليوم في العالم تصير اصبحت تركز على الفئات الاجتماعيه، معناها كل فئه والاحتياجات نتاعها. احنا مازلنا بعاد برشا ربما نحن، لكن خلينا على الاقل نحطوا على الفوارق الاجتماعيه بين والفوارق التنمويه بين الجهات. باش تكون الميزانيه طبعا عاده، باش تكون نحكيو على التمييز الايجابي، راهو انه لابد انه هذه الميزانيه انها تاخذ في عين الاعتبار احتياجات كل جهه اولا، ولابد انه تعاود ترتب الاولويات تاعها والتزام بمبدا كثف الفرص. باش تبدا الصوره واضحه معناتها اكثر، ربما زميلتي
كنت حكيت على يابسة أيضا على اللي هو ربما المثال الأبرز ديما يطرح الكريم والمفارقات إنه تقريبا جنوب تونس من أكثر المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، ولكن لاحظوا إنه في يأتي في أواخر السلم التنموي و بطاقة الحوض المنجمي اللي هي قاعدة توفر في مليارات الدولارات لخزينة الدولة، لاحظوا تما بالك إنه الجهات غاديك ماهمش قادرين يربحوا برشا في ماهمش معناتها يستفيدوا برشا من الميزانية تاع الدولة، وقاعدين يربحوا كان في الأمراض والأوبئة والأمراض السرطانية وحتى معناتها في يابس وفي غيره من المناطق. دونك ما نستغربوش هذيك نسمعوا شعارات كيقولوا فيها الناس والشعب انه الكدح في المناجم والمال في العواصم، وهذا علاش احنا نحبوا التمييز الايجابي مش كما انتم قلتوا انه تونس للجميع. هذيك خطاب كلاسيكي اسمح لي في الكلمه، لانه اذا كان ما فيناش بعين الاعتبار هذه ربما الشعارات، واذا كان ما فيناش بعين الاعتبار هذه القوانين فهوني باش نزيدوا نعززوا النعرة تاع الجهوية اللي تفضلتوا وحكيتوا عليها، والإحساس بالحجرة والتدميش والسخط على الدولة وعلى الحكومة، وهذا ربما يمشي أخذنا أيضا للحجة الثانية بتاعنا اللي نعتبروها أو نعتبروا أن القانون هذا يجي استجابة إلى ربما باش يصير في خلق ثقة بين الحكومة والشعب. كيفاش على خاطر ديما نلاحظوا انه ما عادش فما يعني ثقه في اي حكومه سواء كانت ليبراليه والا محافظه ولا غيره، ما يقدرش يتردد الى ما سمعنا دائما انه ما عندهم يعملوا شيء ماهوش يتبدل كل شيء كيف. علاش؟ على خاطر القوانين قاعده دائما حد يعني ما ترجمتش الى ارض الواقع. و لانه هناك زاد حكومات متعاقبه صحيح انتم تحدثوا لانه ربما الازمه تعود الى ما بعد الثوره والى غيره، ولكن ايضا شنو عملنا في ثلاث سبع سنين ست سنين ما تبدلتش الواحد، لذلك رمي الكره الى في كل مره الى الحكومه السابقه هو تملص في الحقيقه من المسؤوليه. نحسوا انه الحكومات المتعاقبه عجزت على انها تحط اصبعها على الباب وعجزت بانها تستجيب للمطالب ربما تجاهل والى سبب اخر. المطالب الاساسيه اللي هي التنميه والتشغيل اكتفت باعطاء وعود زائد عفوا، ولكن هذا ربما امر الحقيقه منذر بالخطر، لانه المساله وليت ما عادش مساله معناتها انه الشعب عاش في ثقه في الحكومه اصلا الشعب، ولا وهذا الاخطر انه ولا كما صار الخلط بين الحكومه وما بين الدوله وبين الحكومه وبين الوطن، وهذا يؤدي الى ربما الانكماش على الذات والانكماش على الذات اللي بيدي والد احساس باللا مبالاه تجاه الوطن تجاه الدوله والحكومات. معلش هذاك علاش نحن نقول باش تعطي الثقه في باش تخلي المواطن يعني يحب الوطن نتاعو لازم اولا يبدا يحب يحس مواطن بالفعل، باش يحس مواطن انه لازم ضروره تطبيق مثل هذه القوانين. وشكرا. شكرا لكم زميلتي على الطرح اللي كانت تقدم فيه. نحن لا نزال معناتها نؤمن بكونه الجهات اللي الفريق المؤيد بالتحديد النسبة هذه الجهات صحيح تعاني من التهميش ومن الفقر ومن البطالة ومن كل العاهات اللي خلفت هنا السنوات الماضية، لكن أنا نحب نبدأ بداخلتي اللي هي تقتصر على نقطتي وعلى اقتراح إن شاء الله يكون عمل يعني اقتراح عملي لحل هذه الإشكاليات. نحب نرجع في الأول للفصل 13 اللي ذكروه زميلي والأخت اللي هو صحيح الثروات الطبيعية ملك للشعب تمارس الدولة السيادة عليه باسمه، يعني الدولة من حقها كونها تمارس سيادتها على الثروات الطبيعية هذه
ولا يمكن أن نطلب من الدولة أن تحدد نسبة معينة، يعني إذا كان كل جهة تفرض بكون حدولها نسبة معينة بشي كل منطقة فيها ثروة طبيعية تحب تحدد النسبة اللي هي تحب عليها. واحنا هنا في إطار يعني في إطار سيادة الدولة يعني لا يمكن تحديد هذه النسبة. الدولة أدرى ووزارات الدولة المعنية أدرى بالنسب اللي هي يلزمها توفرها للمناطق لتعزيز التنمية وتعزيز السياسات العامة في التشغيل والتنمية. نرجع للنقطة الأولى اللي حبيت نحكي عليها اللي هي احنا اليوم في حاجة للسلم الاجتماعي اللي يحكيوا عليه الأطراف الكل. هذا الاتفاق إذا حبينا أن نسميوه الاتفاق الاجتماعي اللي هو يلزمه يضم كل المنظمات وكل المتدخلين في صنع السياسات العامة وخاصة في استخراج الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها لتعزيز التنمية. لو كان معناتها من النقطة الثانية اللي حبيت أركز عليها اللي هي من الأهمية بمكان كون يؤسسوا الهيئة وطنية مستقلة. شنو دور الهيئة هذه اللي هي بالأساس إنها تضم السلطات المعنية على مستوى الجهات والولايات والحكومة، مهمتها خاصة تطوير السياسات العامة في مجال استخراج الموارد الطبيعية وتمكين الولايات والجهات المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع مراعاة حاجيات الولايات. وهل الحاجيات هذه تقدرها دولة بيسير يعني ويقدرها الهيئة الوطنية المستقلة هذه اللي هي بالأساس مكونة من مختصين وخبراء في المجال والجهات المنتجة. وخاصة الهيئة هذه أثبتت يعني نجاعتها إذا كنا نعمل طلة صغيرة على التجارب المقامة في الدول اللي عندها نفس المشاكل اللي احنا نتعذب بها اليوم. الأخير نحب نذكر الاقتراح صغير ينجم يكون عمل معناتها اقتراح عملي لحالة هذه الإشكالية في البلاد. هو نموذج لاستخراج الاقتسام الثروة. احنا على مشكلة هي اليوم في اقتسام الثروة. النموذج هذايا يرتكز خاصة على نسبة تخصص الهيئة اللي بتشتغل باستخراج الموارد هذيا، النسبة تدفع للحكومة المركزية ونسبة تدفع للولايات والجهات اللي هي عندها معناتها الموارد الطبيعية هذيا تكون موجودة عندها، وإلا الجهات الأخرى اللي ما عندهاش موارد طبيعية ولكن هي في حاجة للتنمية. ناخذوا زادة في إطار النموذج هذايا بعين الاعتبار مدفوعات خاصة للمناطق المنتجة يعني تتناسب مع معدل الإنتاج في تلك المناطق، وشريطة شريطة استخدام هذه الموارد للتنمية، وكذلك ناخذ بعين الاعتبار مدفوعات خاصة تعويضية للمناطق المنتجة سابقا اللي احنا قلنا اللي هي كانت مناطق عندها ثروات والنسب نتاع الثروة الذرية ما كانتش حسب ما قلت لسيدتكم ما كانتش ماشية للمناطق هذه ولكن كانت ماشية للعواصم. دونك من الحلول كنا ناخذ بعين الاعتبار الفترات القديمة اللي هي ما كانتش تتمتع ولا السياسات القديمة نتاع الدولة ما كانتش توفر لها الحاجيات نتاعها من التنمية ومن التشغيل وما غير ذلك. وممكن كونه يعني برنامج النموذج الاقتسام الثروة هذايا ما هوش برنامج يعني ستاتيك، يمكن إعادة النظر فيه كل مثلا فترة انتخابية ولا كل فترتين انتخابيتين ولا كل ما يتغير الظروف الاجتماعية والتنموية في المناطق هذايا. وشكرا. شكرا للمحادثة نسبة من عائدات المنطقة الماء لمشاكل التنمية
فماذا ستقول لبقية الجهات؟ ماذا ستقول مثلا لسريان فيه الأعلى نسبة فقط في الجمهورية؟ يعني الحل سنقومي في الكلمة الابتعاد عن كل ما هو حلول سهلة. المشكلة الأساسية هي في تطبيق منوال تنمية على كافة الجهات. اليوم لو كان نقعد نحكيو على قفصة، حل مشكلة قفصة، والبقية الجهات الأخرى غدوة كيفاش نجمو نخرجوا ونقنعوهم ونقدموا لهم الحلول هذه، هذا الأول. وثانيا فرضا ولو كان الفريق المؤيد مشى في الفكرة اللي تخصيصها بالنسبة هذه. اليوم ولاية كما تطبيق ما فيهاش عدد سكان كبير برشا. لو كان تخصيص 5% من العائلات هذه بعد خمسة باعتقادي بعد خمسة أو ستة سنوات باش تجز المنطقة هذيك وتاخذ له كل شيء، أي شهر نقعدوا كل واحد عنده مشاريع وقاعد في الدار مليون من الزملاء. أنا في اعتقادي هالحلول السهلة والحلول اللي ما فيهاش تفكير والحلول المسألة أبعد وأعمق من ذلك بكثير. المسألة اليوم لابد باش تتناول منوال الداتا يمس الجهات الكل وما يمسش جهة واحدة. خلونا ساعة نتفقوا ردا على زميلي، خلونا نتفقوا في زوز على الأقل ثلاثة مسائل. أولا لابد نتفقوا كل متفقين إلى الجهات الداخلية يعني فعلا تعاني من التهميش، وهذه حقيقة ما كانهاش لا حكومة ولا معارضة، ويخطئ من يقول عكس ذلك. يعني كل المناطق الداخلية واللي فيها موارد طبيعية والتي لا توجد فيها موارد طبيعية حتما تعيش ظروفا اجتماعية ووضعية اجتماعية قاسية جدا، هذا متفقين فيه بعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن اللعب على الوتر الحساس. ثانيا النقطة الثانية لابد باش نكونوا فيها متفقين هو ليس لأن الاحتجاجات انطلقت في منطقة ما أو في جهة ما يعني حتما بالضرورة باش نخصوها نسبة معينة. اليوم قفصة ارتفضت مش خاصنا 5%، غدوة تطمن 5%، يعني على الأقل المقترح لابد أن يكون مقترحا عمليا وليس ناتجا أو ناجم عن ضغوطات أو احتجاجات معينة. النقطة الثالثة لابد باش نكونوا فيها متفقين الحلقة عليها زميلتي هو الحديث عن الفوارق الاجتماعية بين الجهات لا يعني بالضرورة تخصيص نسبة من العائلات هذه من كل ما يعنيش. الحل اليوم لابد من إيجاد حل جذري لمشكلة التنمية، لابد من تغيير ميثاق التنمية اللي مشت فيه الحكومات على 60 و70 سنة، لابد اليوم تقديم تقييم صحيح عن الأوضاع الاجتماعية، لابد من أحداث صناديق التنمية والتشجيع على أحداث موارد الشغل. اليوم لابد ما نبعدوا على التقسيم، خطاب التقسيم اللي يقسم الشعب التونسي واللي يقسم الجهات واللي يقسم بين شمال وبين جنوب، لابد باش نبتعدوا عليه، لابد باش نشتغلوا باش يكون فما منوال كما قلت نعاودها منوال تنمية يقل التمييز الإيجابي بين الجهات. وشكرا. شكرا على هذا النقاش اللي هو نقاش جيد وثم حاجات معروفين. قلنا نفس الأسلوب تؤدي إلى نفس النتائج، نفس المنهجية تؤدي إلى نفس النتائج. يعني يؤسفني اليوم بعد دستور 2014 وما زلنا متمسكين بالنظام الحكومة والمركزية ونقفوا حتى في الفصل، نقولوا فصل 13 شنو يقول وما نقولوش الفصل 14 شنو يقول. سمح لي صحيح الفصل 13 كما قلتي الدولة تمارس السيادة نتاعها على فروات البلاد، لكن الفصل 14 هو اللي به يدخل المخنا ويدخل الفلسفة نتاعنا. يقول تلتزم الدولة بدعم المركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. راهو باش انت لازم تكون عندك دعم المركزية في إطار وحدة الدولة، يعني انه انت مش وقت اللي باش تجي تثمن الجهات وتعطيهم اكثر امكانيات وتقول لهم انتم عندكم الحق في ثروات جهتكم باش تنميو منطقتكم، معناها انا مانيش باش نحترم وحدة الشعب. بالله كفينا راهو شعارات كما قالت زميلتي لازمنا نترجموا هذه باش قرارات جريئة وشجاعة، مش وقت اللي انا الجهة باش نقول لها انت هاو باش نعمل إعادة اعتبار لتهميش طال 60 سنة وباش يولي عندك الحق باش انك انت تكون عندك فلسفة في توظيف الموارد نتاعك ونسبة 5% بالحق مش بشرط هي نسبة هي كافية، ونجمو نناقشو في النسبة هي ماشي، ومش 5% مش باش ناخدو غادية،
ثم كبسه ولا تطاويل ولا سيانه، نجم 5% ما تكونش كافيه. مش معناها احنا خيارنا وقدرنا يا اما مركز ونحكيو على سيانه وكبسه وجهات مهمشه، والا نحكيو على مركزيه ونوليو نقولوا ليه ما عادش عندنا وحده الشعب. لا، راه وقت اللي هما باش نعاودوا نعملهم اعاده اعتبار ونقول لهم هاو عندكم الحق في ثروات بلادكم، بالعكس باش نعزوا الانتماء نتاعهم للجهه وباش نعزوا الانتماء نتاعهم للوطن، خاطر هما يقولوها ونسمعوها حتى على الحدود الغربيه الشماليه الغربيه، ساعات يقول لك اسكو احنا تابعين تونس ولا تابعين الجزائر؟ اسكو احنا تابعين تونس ولا تابعين ليبيا في الجنوب؟ راهو انتمائهم للجهه هو اللي يعزز انتمائهم للوطن، وانتمائهم للجهه الوطن هو اللي يعزز الروح الوطنيه نتاعهم ووحده الشعب اللي احنا نروجوا عليها، اما نقولوها شعارات وما نترجموهاش، ما عندناش الشجاعه السياسيه نترجموها في قوانين. لذلك نحب بعد ما ذكرت بالفصل 14 نحب نقول زيدا راه معناها قعدنا ديما في النمط من وين التنميه القديم، ما كان بيودي اني نسمع اقتراحات تدل على من وين التنميه جديد، اما لا نسمع اقتراحات من وين التنميه القديم، وهو صناديق تنميه عملنا برشا صناديق، هيئه وطنيه مستقله عندنا، هيئه وطنيه لا مركزية مش معناها عندك صندوق مركزي يحكم في الكل، لا مركزية مش معناها عندك هيئة وطنية مستقلة وتحكم في الكل، لا مركزية معناها أنت تستعرف أن أبناء الجهة قادرين على أنهم ينهضوا بالجهة نتاعهم وعندهم الحق في أنهم ياخذوا نسبة من الموارد هذيك ويحسوا بالانتماء نتاعهم بالشعب ويقوموا بمنوال تنموية. إذا كان عندك تدخل لذلك نحب نختم ونذكر بالحجج والدوافع اللي خلتنا نطرح مشروع القانون يخصص نسبة، ولو أنها نسبة يعني ماهيش مرتفعة جدا ونجم نناقشوا في النسبة مش هذه المشكل. أول حاجة مشروع القانون هذه هو يترجم روح وفلسفة ومبادئ الدستور اللي الدستور تكتب بعد ثورة 14 جانفي كان سببها الشعور بالحيف والتهميش والظلم، وكان سببها تهميش في الجهات. السبب الثاني والدافع الثاني هو أن الفجوة العميقة اللي احنا تسببنا فيها وكلنا نتقاسم المسؤولية في هذا طيلة 60 سنة ما نجموش نتداركوها بمنوال كلاسيكي للتنمية، ما نجموش نتداركوها بتوزيع كلاسيكي للتنمية، وهذه بشأنه كقانون أنه يرجع الثقة بين الحكومة والشعب، أنه يعزز الشعور بالانتماء للجهة وللوطن لأبناء الجهات، أنه يرجعنا إلى بناء المشروع التونسي والحلم التونسي. لو أحنا في تونس بنينا دولتنا بنيناها على مبدأ تكافؤ الفرص، وهذاك جسدناه في أن بنينا المدارس الابتدائية وعملنا التعليم على كامل التراب التونسي. للأسف بعد 60 سنة صارت فجوة عميقة جدا، والمشروع التونسي هذايا والمشروع المجتمعي بدا يتخلخل بشوية بشوية، لذلك من الضروري ومن العاجل أن نرجعوا الحلم التونسي والمشروع المجتمعي التونسي. وشكرا. شكرا. بصفة عامة الحجاج حتى الفصول نتاع الدستور والإحصائيات والحكايات هذه راهي هي مش في حد ذاتها هي الحجة. أما نحاولوا شنو هي الحاجات اللي خلتنا نوصلوا للفصول هذه؟ فكنتم كيف تبحثوا مثلا وعندكم فصل يدافع على الموقف نتاعكم مثلا، حاولوا تلوجوا انتم مثلا في المناظرات اللي صارت باش تحط الفصل هذاك اصلا شنو الاسباب؟ وكان يهمني الاسباب العميقه اللي وراء الفصل هذاك، الاسباب العميقه اللي وراء القانون هذاك، وبعد تذكر الفصل كاستئناس فيه فقط، لكن انتم تدافعوا على المبادئ اللي دافع على الفصل هذاك، مش على الفصل في حد ذاته هو، مجرد هو عندي فصل دونك انا ماشي مع الفصل وين ماشي. معناها هي من باب كونها شنو هي الحكمه نتاع الفصل هذاك. كان نرد على مسألة إني معناها عندي فصل هذاك هو، فصل نتاع الدستور والقوانين كلها تتنقح وكلها تتبدل يا سيدي. أما المبادئ اللي دافع عليها واللي هي عقلية واللي هي نصونها في شيء هي اللي نحاولوا نبعد على كلام نستعملوا فصول دستور أو حتى قوانين وكل شيء كأنها حاجة في حد ذاتها، أو مواقف موجودة أصلا اللي هي كأنها حجاج هذا كيف ديما نمشوا اللي وراها. الإحصائيات نفس الحكاية، فما نسبة كذا، نمشوا اللي وراها. ديما الإحصائيات كانت تلاحظوا في اللي يعرف شوي مبدأ بتاع البحث وكل شيء بتاع الكمية وكل شيء ده، حطوا الإحصائيات وبعد يعملوا انتربريتاسيون، فصلوا علاش فما الحكاية هذه، علاش امشوا هذيك الفئة، علاش
كنت حتى كنت نبث في مناظرة استفعام بدون ما تمشيش تاخد المناظرة وتحطها في كيما هم أما شوف الأسباب اللي رأينا تحليل بتاع المناظرة ديك شنو هو هذاك هو التعامل في كونها ندافع على الحاجات اللي هي خرجت منها النوامر مش مجرد نوامر هو عندي نوم هو عندي نوم هو عندي نوم كل واحد يعطي نوم في الحاجة الثانية مهم ياسر بالنسبة لحكاية البديل كيف تعطي بديل بالنسبة للفريقين كيف تعطي بديل بالنسبة للفريق المعارض فما البرنسيب هذا يسموه بالانجليزي ميوتشوال اكسكلوزيفيتي يلزم يكون هذا حكيت عليه يلزم يكون البديل اللي تقدمه ما يمشيش مع النسبة اللي حكوا فيها ممكن تفسر لي كي تحكي عن التنمية والكذا قولي الحكاية هذية لو كانت تحط لي 5% هذية يتيح لي مليون هذية في المليون هاو علاش مليون هذية باهي هاو علاش ما يركبش مع 5% بتاعته دي مهمة جدا انتم كيف تعملوا حاجة يسموها بيرميتيشن بوليسي ديبيت اللي هي لو كان هم قدموا حاجة بديل مثلا من مليون التنمية وكنا نعاودوا نفكروا في كذا قول لي حط 5% ونعاودوا نفكروا في مرة مش تقدر تاخذ البديل بتاعهم وتبينه معناها كيف يعطي البديل هذايا ما عطاش حاجة بينهم مباشرة ضد ال 5% اللي اخترعته وتحاول تستغل الحكاية هذه الحاجة الأخرانية زادة كيف نعاودوا نأكد عليها مرة أخرى حكاية الرابط وكل شيء ساعات كنت تخرج شوي يلزمني بالعادي أنت ما تضرب على 5% مثلا في الخطاب بتاعك يلزمني تقريبا تفوش 30-40 ثانية إلا نسبة 5% طبعا ليش النسبة هذه مهمة النسبة هذه لازم تدخل في وسط الكلام بتاعك احنا بدنا نضرب على حاجة في مجلس نواب ولا في اللي هو كذا ديما الحاجة اللي مركز عليها منع مثلا يجب منع ديما نسمعها تتعاود بعد كل 20-30 ثانية ديما تتعاود يلزمني نسمع حكاية النسبة هذه وأنتم نفس الحكاية النسبة هذه مش تدخل الدنيا بعضها اه علاش دونك كيف كيف ما تفوتش دقيقه الا وتذكر لي علاش النسبه هذه ماهيش باهي دونك نحاولوا ديما حكايه الربط في اخر كل حجه ولا ساعات حتى في وسط الحجه في حدتها كيلو كيلو والله بالنسبه لكم بالنسبه للجماعه كل هذه ديما باش نعاودوا بعض ان شاء الله الله يعطيكم الصحه صحيح انت والله بالتوفيق جماعه تسلم